ننتقل مباشرة إلى الرابية للاستماع إلى تصريح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون عن تهريب وخلل بهالمرفق العام. بعتقد هذا تلت المشكلة، في تلتين بعد بغير محل. حتى ما بلش أنا هلأتني أحكي بالكل، نترك للمجال أنه تكفي تقرير تبعها المرافق الباقيه واللي عم بيصير فيها تهريب البضائع بدون جمرك. لربما تحسن الوضع، ولكن انا بعتبر انه الدوله هي مسؤوله عن هالتهريب هيدا، مش من ناحيه الاهمال بس. الجمارك ما عندها رئيس مجلس اداره ولا في عندها مجلس اداره، والاجراءات لتعيين هالمجلس هذا اتخذوها، وآلية التعيين اتطبقت، والأسماء موجودة من مدة ما بعد ما بترجع ذكرتها حتى أذكرها من أمتى، وكذلك مشان المديرية. طيب هالمؤسسة اللي بلا رأس كيف بدها تشتغل مظبوط؟ ومين مسؤول عنها؟ وقت بكون في مدير، في مدير بكون مسؤول وهو بيسهر على عناصره وقريب منهم. بس هلا مع مين بدها تحقق الحكومه؟ مع اسم اسمين والبقيه الاجهزه وين فيلتي بتكون؟ فاذا ما يخلونا يعني نحن بالحكومه وكل يعني كانه نص جيدنا عم بيروح، يا بدنا الاعتماد حتى ناسس مشروع ما والنص الجيد الثاني لا ما عم تعينوا مسؤولين. يعني مش عم نعرف والشي جاهز، مش عم بحكي في قضايا خلافيه مثل ما صار بالقضاء، ما في قضايا خلافية، هالشي متفق عليه. وهالحكي عم بحكيه لآخر مرة، الجمرك لازم يتعين. ما بقى فينا نحمل سلبيات الحكومة لأنها مهملة، لأنه في ناس بقلب الإدارة تبعها بقلب الحكم بدهم يفسدوا اللعبة كلها. كل واحد بيحاول التأخير من أي سلطة إلى حق تحط الجدول أو إلى حق تعطي رأي، عم توقف عند إعطاء رأيها، هي بتكون شريكة بهالجريمة عم ترتكب بحق هيكلية الدولة اللبنانية. تاني شغلة، أهم موضوع بالنسبة لنا هو الأمن. مش عم نحكي عن الأمن العسكري، على الحدود نار شو فيه، وهذا الصراع اللي عم يعملوه على الحدود هو لتضييع الوضع الأمني الداخلي يلي في إجرام وفي شراكة بين أجهزة أمنية وباللي عم بيصير بسجن رومية. مش معقول واحد يلقط جاسوس مع إسرائيل وما يقدرش يلقط واحد عم بيهرب مسجين بسجن رومية. مش معقول صار في 3-4 أفواج من الضباط اللي استلموا هالسجن وعلى دور الكل عم بيصير التهريب. من ساعة منلاقي منشار كهرباء، ساعة منلاقي بلطة، ساعة منلاقي سكاكين، ساعة منلاقي مخدرات، منلقط 500 هاتف خليوي. هيدي زعرنة مين؟ في عنا جهاز اسمه جهاز المعلومات، واجباته الأساسية يضبط السكنات وعمل قوى الأمن، يلي لا جريمة كمشها ولا تهريب سجين كمشه. هيدي مسؤولية جهاز المعلومات وسام الحسن بالذات ورئيسه أشرف ريفي. هلا بيذكروا بيقولوا وقفنا الضابط الفلاني، وقفنا الضابط الفلاني، هودي جايين بكعب المسؤولية، المسؤولية الكبيرة، مدير قوى الأمن الداخلي وجهاز المعلومات يلي مهمته الأساسية قبل ما يسطي على غاية صلاحيات، مهمته هو هالأمن هيدا اللي لازم يعمله. طيب وقت الواحد بيوصل لهالدرجة مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وبنفس الوسيلة بيهربوا، مين بيكون عم يهربون؟ أنا أكيد مش الملائكة، لا جبريل ولا ميكائيل ولا حدا عم يهربون، عم بيهربون الشياطين موجودين بجهاز الأمن. وكلتنا بنعرف إنه بقصة حفلة البارد الشهيرة كان في تواطؤ بين رجال من مديرية قوى الأمن الداخلي واللي تصفوا قتلوهم برات ال... أنا أخشى ما أخشى أن يكونوا هؤلاء الشهود اللي لهم ترابط قبل المحاكمة بدهم يهربون كلهم أو هربوهم كلهم.
لأن في ناس كتير صاروا برا سفرون بدون ما يوصلوا للمحكمة أو للتحقيق، ولا القسم الباقي عم يهرب أو عم يهربوا بالأحرى، لأن هذا التكرار هذا برتب مسؤولية على أعلى سلطة بالدولة لأدنى سلطة. الإهمال المتمادي أو التواطؤ المتمادي بدون ما يكون في سلطة تراتوية عم تسأل عم بتحقق. عندنا نحن بالجيش وقت كنا نمارس القيادة، إذا واحد خالف نعمل له عقوبة، بنوجه له ملاحظة تأنيب نعمل له عقوبة، أوكي. اثنين كمان وجههم، بس يصيروا ثلاثة وأكثر هي كلها المسؤول. لأنه يعني شو هال عدم الانضباط عندك كله مخالفات، ليش؟ في تقصير بالواجب أو في عطل بممارسة القيادة. كيف هودي في تغاضي كامل ما في تحديد مسؤولية ما حدا عم يدفع؟ شو قبل أحمد ظاهر كم أحمد ظاهر مرة وصار فيه هروب؟ كم مرة لقوا السكاكين؟ كم مرة لقوا المخدرات؟ كم مرة لقوا البلطات؟ واخر شيء منشار كهربائي. طيب انا عم بسأل رسميا وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورؤساء القوى الأمنية، بدي المسؤول، بدي اعرف مين اهمل، وبدي اعرف شو هي التعليمات المعطاة لقوى الأمنية يلي موجودة، بدي اياها ينشروها ويمضوا عليها الضباط المسؤولين هونيك اسكادنا، صحيحة ولا لا؟ هيدي أكبر فضيحة استمرت بالزمن وكل الناس راضيين بيذكروني بالأوميرتا. الأوميرتا هيدي قانون الصمت عند المافيا سموها الأوميرتا، يعني توقع جريمة قدام 5 10 20 واحد كلهم ما سمعت وما شفت، وهون بيكون مشاركة بالجريمة بالصمت بالإخفاء أو تقاعس عن القيام بواجب وشجب الجريمة تحديد المسؤوليات فيها. هلأ صار في مسؤولية جماعية على كل المتولين السلطات الأمنية، هيدي بكل بلاد العالم المتطورة بتحمل هالمسؤولية وفقا للقوانين، وغير المتطورة بتقطع روس. خلينا نكون متطورين ونحمل مسؤولية كما يجب وفقا للقوانين، ما بدنا أكثر من هيك نحن. بعدين قانون الانتخاب، عم بصير في فوضى كتير بالتصاريح. هلأ أتني حدا ما بعرف مين دعيني قال حتى اتراجع عن القانون شو اسمه هيدا قانون الحكومة تبع النسبية وما زايد بالقانون الأرثوذكسي ووافي قانون 50. كم مرة من نقول للعالم انه قانون 50 منه وارد بالمشروع الضباط الموارنة اللي اجتمعوا ببكركي؟ في قانونين انطرحوا هن قانون اللقاء الارثوذكسي رقم 1 ورقم 2 الدوائر النسبية المتوسطة. الدوائر النسبية المتوسطة اعترضوا على 13 بدلوا 15 اللي لهم تكره، وبنين نطوا جابوا 50 دائرة. هلا ما بدي انتقدوا لانه يعني مثل واحد عم يضحك على الثاني، قاسمين شوي مسيحية شوي مسيحية وحاطين قوة أرجحية، يعني ما بيطلع شيء للمعارضة فيها، قوة سنية ثانية انتخابية. ما يعني عرفنا من معالجة هالموضوع، فيهم يحلوا عنا ما بعرف. مثل ما بدهم يعملوا يقولوا ما بدنا الارثوذكسي، خي كنا عم نمزح. قالوها يعني ماشي منكمل المزح بقانون الانتخاب مثل هنا. واليوم تم بكل هدوء بدون صخب تجديد لجان مجلس النواب، هذا كان الانجاز العظيم اليوم. هذا عندي سؤال. بالنسبة لقانون الانتخاب يروج مؤخرا انه لن كلمة يروج كلمة مضبوطة انه لن يكون هناك انتخابات.
هل أنتم فعلا مع مقولة إما انتخابات ضمن قانون جديد أم لا انتخابات؟ نحن مش عم نقوله، هوديك عم يروحوا كل اقتراحات للقوانين حتى يضلوا على الستين، لأن الستين مرفوض، لأن الستين بعد هيدا شو بدي لك عنه، قانون الأكثريات اللوائح المتعددة الأسماء أبشع قانون انتخاب عمل بال يعني بأي دولة. هيدا صار شيء مثله بفتكر بال 1905 بأمريكا، سموها جيريماندرينج، هو جيريماندر اسمه يلي عمل هالقانون، ومن بعد من العالم كله كفر فيه هذا القانون. هيدا معروف انه منه قانون عادل، لا عادل بحقنا ولا عادل بحق الثاني يعني الاخر يلي هو ضدنا. ما هيدا القانون اللي عم نعمله نحن بيساوي بالحظوظ بيساوي الكل مثل بعضهم، بس بالقانون هيدا كان عم تجي تحط تعمل تفصلي دوائر سياسية تعطي فيها أرجحية للناس على الناس. جنرال، تحدثت عن سجن رومية وعن مسألة الفيرالية اللي عم تتكرر وهي نتيجة التواطؤ. امبارح كنا بسجن رومية وتبين انه السجن بعده بحالة قديمة جدا وحالة يرسى لها، ما في كاميرات، ما في ادوات للمراقبة جدية. ألم يحن الوقت لاتخاذ اي خطوات بالنسبة لتمويل اقرار تمويل وتحسين وضع سجن رومية بانتظار انشاء سجون جديدة؟ أنا بال 2011 يعني تقريبا صار له راح يصير سنة وتسعة أشهر تقريبا، قدمت قانون معجل مكرر لبناء سجنين، واحد بشمال وواحد بجنوب، وقر القانون وقر. لحد هلا ما شفنا لا وزارة لا الزنيت ولا شيء. نحن نعيش في عصر دولة سميناها بالفرنساوي ريبوبليك دي زيسكارغو، دولة البزاق، لأنه إدارتها كمان أبطأ من البزاق، خطأ تمشي خليفين بتبرم وبترجع، يعني ما بتضل تتقدم على طول. كانوا يمثلوا بالسلحفات، يا محلى السلحفات سريعة كثير، يعني مثل الصاروخ بالنسبة لسرعة الدولة اللبنانية. شو بتريدي تعملي؟ إشعين شايفين نقترح اللازم بتروح الليلة. دائما كل سنة بيحطوا الموازنة أو بيأخروا ليبلش الشتاء ويصيروا بده يزفتوا. مثلا شفتوها بغير بقبر كل الليلة بيرتبوا كل الأعمال الإدارية بكل بلاد العالم حتى يبلشوا الزفت بأول الموسم النشاف، يعني بلشوا ممكن من أيار ماكسيموم، من أيار لآخر الصيف لتشرين تاني. هلا ما بتنعمل لأننا البلد منه راسه منه مرتب، حتى نقول ما بنعرف بنعرف. ولذلك بقول دائما في نوايا سيئة وفي ابتزاز وفي زعرنة، في من كل السيئات والرذائل المعقول يرتكبها إنسان موجودين بقلب الحكم والإدارة. بتقولي ليه ما في موازنة بأول الصيفية مشان زفتوا الطرقات؟ ما بتعرف ليه، مين عركش الثاني، مين فركش الثاني، مين ما صدق على الأدرة. ما في قيمة للوقت، الوقت أغلى شيء بحياتكم وبحياتنا. هذا الخط يعني ما هذا الخط الزمني اللي عم نمرقه مخلص، هنا ما في رجعة لورا. أغلى شيء الوقت، في أغلى منه شيء؟ هذا عم ينخصم من حياتنا، ما له قيمة، هذا ما له قيمة إطلاقا. غير سؤال جنرال، بخصوص بنود بقانون الانتخابات، هل ستدرس فعليا المادة اللي بتعني بصرف الأموال؟ لا سيما يعني امبارح قرينا شيء عن الرئيس حريري بيقول المسيح بيسوى دولار، ودكتور جعجع بيروح لعنده ليشحد وبيقول انه حضرتكم تقبضوا، فهل سيقر فعلا ستقر مادة بصرف الأموال؟ انا ما بعتقد انه سعد الحريري بيقول هذا الكلام، يضل زلمي على القليل مرتب ومن عائلة، شو بدنا بالسياسة لنحطها على جنب. بس حتى لو كان هالكلام صحيح، في ناس اكسبسيون، في ناس شواذ حتى يثبتوا له القاعدة بكسروا أكبر راس لو كان مالي. يعني
جنرال، تحدثت عن الجمارك وعن سجن رومية وعن الفساد وعن الإدارة وكأنك زعيم المعارضة اليوم بلبنان. جنرال نسيت أنه أنتوا بالسلطة وأنتوا الحكومة وقلكم سنة ومفروض أنتوا كنتوا تبلشوا تصلحوا، وإذا مش قادرين استقيلوا من هالحكومة. أنا عم بحكي بالقطاعات يلي ما بتخصنا مباشرة. نحن اللي قالوا علينا غبرة محل ما نحن موجودين، أهلا وسهلا يتفضل نفذنا يا نتفة صغيرة على ورقة بيضاء وساعتها بيحسبنا. نحن إن كنا بالحكم منكون معارضة محل ما لازم نكون، وإن كنا برات الحكم منكون معارضة محل ما لازم نكون. مش معناتها الحكم بالنسبة لأننا جائزة طردية بتخلينا نتغاضى عن الأخطاء اللي عم تصير حد منا. وبكره بتشوف وقت المسير بغير وزارة قديش بننبش لك قبور، اللي بسموها نبش القبور، ننبش قبور وبتشوف قديش فيها مدفون قضايا. نحن اليوم محل ما نحن موجودين الحمد لله ما حدا بيقدر يغبر علينا، وهذا التحدي الكبير. مثل ما وعدناكم قريبا رح نعطيكم كثير وسائل لنشوف شو رح تعملوا، كيف تتعاطوا معه بالاعلام. هلا مش انت صاحب الجريده، مدير الاخبار، عرفت كيف؟ المسؤولين كيف بيقطشوا شقفه من فوق شقفه من تحت مثل ما عملوا فينا بمايل بالنهار. عم يشوف نهار السبت. جنرال حضرتك اتهمت القوات اللبنانية بأنه ساعدت القوات السورية بالقل. مش اتهمت، أكدت بالحقائق والوثائق. انتبه أنا ما بتهم. طيب اليوم في كلام بقول أنه هذا الاتهام هو لا تبرير الفشل ولا أخفاء قضية الشهداء 13-20 ولا قضية كمان المعتقلين والمخفيين في السجون السورية. حدا عم يمنع ويطالب فيهم؟ حدا عم يمنع ويطالب فيهم؟ ما نحن عم نعطيك اخبار اجتماعيه. تخي قري كتاب الهراوي شيء. طيب ما بدك رئيس الجمهوريه اللي كانوا عم يتعاونوا هن وياهن، هن وياه، هو اللي نشر رسائلهم، هو اللي اتفقوا وياهم يقصفوا المناطق الغربيه والشرقيه ويخترعوا اجهزه حتى يستنكروا العمل ويطالبوا القوات السوريه بالاسراع لحتى تفوت على لبنان. يا خي مش انا الهراوي، هذا اللي دفعته 30 مليون هذيك اليوم للورثه تبعه كرمال السرسره تبعه بما يتعلق بالميل. ايه مش انا عم بحكي. بكره بنشر لك تبع طنوس معوض 18 يوم من عمر الجمهوريه كيف اجتمع فلان وفلان بالقطاره متفقين مع السوريين على خطه ليجوا فيها من الشمال. كلهم شو انا جايبهم؟ هودي الوثائق من عنده مش من عندي. حتى وقت اللي بحكي عن الميل شو انا عم جيب وثائق من البيت جبتهم من فرنسا؟ هيهم من وزاره الميل. وهي لما هنالك نحن ما بنخلق شيء، نحن نتشرف بصداقة معارض لإلنا. إذا نتعامل نحن وياه على مستوى أخلاقي ومستوى بس فكري ومستوى شو بدي أقول تنافسي، ولكن ما من يعني ما بنقبل الكذب والخداع والتمييع والتضليل، هي ما بنقبلها. هلا اثنين عم بحكينا عن عمل خطاب وبيعطيش وما بعرف مين بعد. طيب بكره بننشر له وحده ثانيه قد ما بده، في وسائل قد ما بده. وبالاخر اذا تخلوها كثير زياده بنجيب الشهود الاحياء يلي كانوا هن وياهم شركاء هن بيحكوا. مش الجنرال كمان سالك انه كيف استطعت ان تغفر لقاتل شهداء 13-20؟ لك هيدا مش من العصر تاعك، هيدا عايش بالعصر البدوي بعد يعني قبل الاسلام وقبل هيدا. يعني كأنه لا بيعرف سوسيولوجيا ولا بيعرف قواعد الحرب ولا بيعرف قواعد السلم ولا بيعرف الشغلة أنت بتبلش وأنت لازم تنتهي. في شي حرب بلش وما لازم ينتهي، والحرب والسلم ما بين مين ومين بينعمل؟ بينعمل بين الإخوة اللي عايشين مع بعضهم متحبين ومش مختلفين على شيء، ولا بين أعداء كانوا عم يتحاربوا وعم بيقوصوا على بعضهم وعم يقتلوا على بعضهم؟ أسكان هيدا الشيء البدائي ما بيعرفه ما بيفهمه. هيدا له حق يتعاطى بالمجتمع ويعمل خطابات ما يتعلم بالأساس بين مين ومين يقام السلم بعد الحرب، بين مين ومين ألمانيا وفرنسا تصالح بعد ثلاث حروب روحوا 100 مليون إنسان. يعني حرب 1870 1914 1939 يا اخي منين بدنا نجيب معلمين مثقفين سياسيا نحكي نحن وياهم؟ بدنا نستورد لنا شي كم واحد من السويد من المانيا من هالبلدان اللي تحاربوا مع بعضهم سابقا.
كل ساعه والثاني اللي غفرت وما غفرت يا اخي يروح يقتلهم هيون قدامه هلا في حرب هونيك ياخذ له شيء 1000 جندي معه ويروح يقتل هونيك فتش عمين قتل ومين ضرب يعني مش معقول نحن اعز شيء عندنا انه وقت الاوامنا عملنا المعركه كل معركه الى ساعه الى زمان والى مكان عملناها في وقتهم بس هن دائما بالحرب بيتاخروا يعملوها والسلم بيتاخروا يعملوه بيعملوا السلم محل الحرب والحرب محل السلم بقى هيدي بدها نضج سياسي وبدها معرفه وبدها شخصيه تتحمل مسؤوليات تمشي عكس لانقاذ الانسان بدك تمشي احيانا ضد عواطفه اول شغله اذا بدك تخلص انسان عم يغرق اذا بلش يضايقك ويلقطك على رقبتك تفقع ضربه ما بتخليه تضربه بعدين بتشله بعدين بس بتجره حتى تخلصه لان اذا تركته يلقطك بخوانيك بتحكم فيك تغرق انت وياه بقى نحن ما تعودنا على غيره يعطيك العافيه إذا مشاهدينا الكرام كنا مع المؤتمر الصحفي الذي عقده العماد ميشيل عون بعد اجتماع تكتل الإصلاح والتغيير رد بداية على ما قاله النائب محمد كبار عن تهريب بضائع من قبل حزب الله فاعتبر أن ذلك إهمالا وقال إن تهريب البضائع يأتي من هناك تهريب البضائع لكن من حيث الإهمال وقال إن الدولة هي المسؤولة الجمارك من دون رئيس مجلس إدارة ولا مجلس إدارة والأسماء موجودة انتقد قضية الفساد في سجن رومي وقال هي مسؤولية كبرى تقع على عاتق فرع المعلومات واللواء أشرف ريفي سأل من الذي يهرب هؤلاء من السجن من يهربهم هم شياطين جهاز الأمن وهناك تواطؤ من قبل رجال في قوى الأمن قد هربوا البقية كي لا يصلوا إلى المحاكمة وهذا يرتب مسؤولية على أعلى سلطة بالدولة أضاف العماد عون هناك تغاضي كامل في سجن رومي وسأل وزير الداخلية ورئيس الحكومة لنعرف من الذي أهمل ويجب نشر كل التحقيقات عن قانون الانتخاب اعتبر أن هناك فوضى تصاريح ودوائر 50 لم تطرح في لجان كركي المزيد من التفاصيل في نشرة 8 شكرا للمتابعة وإلى اللقاء